بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون وما أنتم
والذين كفروا أئنكم
اعبدوا
أو في الأرض مفسدين فكلبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلاً صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك أنزل عليه
قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا كفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين
نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.